مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم وراء ارواح. مشاهدينا الكرام، راني معكم في الموعد ان شاء الله تقضيوا سويه خفيفه ظريفه ان شاء الله. الوصفه نهار اليوم راح يعجبوكم كما جرت العاده. تقدروا تشوفوا هذه الحصه مباشره على الصفحه الرسميه الفيسبوك، هذيك الانستغرام لسميره تي في، الارقام الهاتفيه اللي تعودتوا عليها تظهر في اسفل الشاشه. اتصلوا راح نستقبلوا جميع مكالماتكم. انسيستوا باش تحكمونا الكره السوسياله باش تدولوا كل مقادير وطريقه تحضير تحدي الوصفات. وما تنساوش الطنبله اللي مازالها مستمره معنا برعايه مارغرين سول، اللي من خلالها رايحين تربحوا جوائز قيمه. وهذه الخطره نورمالمون كاينه، ماشي نورمال، كاينه شومبرا كوشي هايله بزاف. دونك شاركوا قد ما تقدروا باش تربحوا هذه شومبرا كوشي بزاف هايله. دونك شاركوا قد ما تقدروا. يلا اليوم جبنا اربع وصفات ان شاء الله يكفينا الوقت، راح نديرهم مع بعض. الوصفه الاولى راح تكون لي بات ولا سباغيتي امليك، راح نديرهم بالكبده تاع الدجاج. طريقه بسيطه وسهله وراح يجوا بزاف 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 بنان. هذه السباغيتي راح نديرهم بالكبده تاع الدجاج. الوصفه الثانيه راح تكون سوب، راح نديروها بالبطاطا الزرديه وبصل، وفي الاخير راح نمكسيو معها الجبن الابيض. الوصفه الثالثه راح تكون سلطه اللي راح نديروا فيها القرنون والزرديه والقرعه. طريقه ثانيه بزاف هذه السلطه اللي راح نحلوا عليها طلون ثاني. وعندنا شوكولا اللي راح نديروها كتحليه كذلك، طريقه نقدروا نقولوا شوكولا تاع دبي ولا شوكولا تاع الجزائر. نديروها بطريقه بسيطه ثاني، ونعطيكم الوصفه بزاف هايله. تجربوا الشوكولا تجيكم بزاف هايله. يلا نبداو بركه الله. الوصفه الاولى هاد سباغيتي، نسحقوا طبعا هاد لي باتي وعندنا سباغيتي هامليك. يقولوا سباغيتي دونك لازم تكون قدره تاع الماء، تكون فيها شويه تاع الملح وشويه تاع الزيت، وخليو الماء تاعنا يغلي ومن بعد نطيبوا سباغيتي تاعنا. واش نسحقوا هنا؟ عندنا زكرانو تاع الحار ولا فلفل هاوليك خضر، كبده. هنا خليت الكبده والقلبه، تغسلهم طبعا بالملح والخل مليح وتشلهم عده خطرات هامليك. شوفوا هامليك وتقطروهم هامليك. قلنا هنا خذيت الكبده والقلب تاع الدجاج، توصلوهم مليح. عندكم هنا حبه طوماطيش طايبه تقشروها، وعندنا حبه بصل، عندنا كذلك في العكري عفوا ومغرف كبيره تاع معجون الطماطم، شويه تاع الزعتر هامليك اللي يكون مرحي، وعندنا عطيكم زعتر عطيكم بنه بزاف هايله، وسنات تاع الثوم ملح وفلفل كحل. هادو هما المقادير. يلا نبداو طريقه تحضير تاع هذه الوصفه. قلنا سباغيتي تاعنا انا راني وجدت القدر تاعي هايلك. شوفوا الماء راهو يغلي، نحط له شويه تاع الملح هكذا وشويه تاع الزيت. شوفوا هكذا، وناخذ سباغيتي تاعي نضربوه هكذا ونحطو بهذه الطريقه. شوفوا هكذا نخليو سباغيتي تاعنا، قلنا يطيبو ما يفوتوش 10 دقائق باش ما يتعجنوش. سباغيتي ما تخليوش 8 دقائق 9 دقائق ماكسيموم، باش سباغيتي تاعكم يكون طايب مليح ما يكونش معجن والبنه تاعو تقعد هي هي. من الجهه واحده اخرى واش راح نديرو؟ ناخذو شوفوا هنا مقله، شوفوا هاي ليك حطها هنا، نحط شويه تاع الزيت وشويه مارغرين. هنا قلنا شويه تاع الزيت وعندنا شويه تاع المارغرين، مغرف مارغرين. شوفوا ناخذ مغرف تاع المارغرين هكذا، ونخليه طبعا المارغرين تاعنا تذوب والزيت تاعنا هذي تسخن، ونروح نقطعوا حبه بصل تكون متوسطه باش نحطوا البصل تاعنا يتقلى هو الاولاني. ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. واش رايك سيده حسناء لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله، مرحبا بك. الحمد لله. واش راهم ناس؟ واش انا اسماء ماشي حسناء. اسماء إيه. انا نكذبش عليك قالوا لي حسناء. ندي عليك هما اللي غلطوا ماشي انايا. مرحبا بك اسماء. واش راهم ناس غريزان؟ صعب على الحمد لله. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. تفضلي. كاش مالك تجربوا اسماء؟ ايه راني نجربوا شوي شوي تعرف مع الوقت. معليش وهذيك شويه شويه كنت تنجحوا ولا لا؟ لا ينجحوا ايه. الحمد لله بصحتكم. هذا هو الصح.
تعيشي، قولي لك اش وصفه كيحب نقدموها لك. بغيت نديرك ديال طرونش تاع سيترون. واش قلتي لي اسمها؟ طرونش باتيسري تاع سيترون. والله ما سمعتك. قلت لك طرونش باتيسري. هالي طرونش تاع باتيسري هكذا. ايه. ما عليه. واش حبيتيهم سيترون شوكولا ولا؟ سيترون بغينا سيترون. ايه. ما عليه ما يكون لا خاطرك. يسلمك. الله يحفظك تعيشي. شكرا بارك الله فيك. يلا قلنا عندكم حبة بصل هاي ليك. نحط البصل تاعنا يتخلى هكذا. تحية كبيرة لحبيبي يا خويا هاني، الله يحفظك حبيبي. تحية لياسمين يا مولاة العرس ياسمين يا. يلا شوفوا هنا قلنا عندكم حبة بصل وعندنا زوج سنات تاع الثوم هامليك. نحط الثوم تاعي هنا. شوفوا هاد السباغيتي بهاد بالكبده تاع الدجاج تجي بزاف هايله. مانيفيك مانيفيك. شوفوا هكذا نزيد هنا عندي فلفل الاخضر هنا. حبيتو ما ديروش ما ديروش ولكن يجي بزاف بنين في هاد الوصفه. شوفوا خديت هنا زوج تاع فلفل طبعا نحاولوا زريعه هكذا. يلا زيدوا ناخذوا اتصال. الناس البيض السلام عليكم. الله يسلمك. واش راكي سيده فتيحه لاباس؟ الله يسلمك الحمد لله. انتم لاباس عليكم؟ والله غير الحمد لله سؤال عليكم. واش راكم انتوما؟ الله يسلمك الحمد لله ربي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله مرحبا بك. خصني طريقه سهله باش تشارك ما يبسش. باش كيفاش تسكري تشارك؟ ما يبس. ما عليه ما عليه ما كاينش مشكل. شوف نعطيكم من بعد وصفه تاع تشارك مسكر ونديروا نقول لكم كيفاش تورثوا الطريقه كيفاش تسكروه لانه كانت طريقه. يعطيك الصحه وكل وصفاتك مجربه سهله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله بصحتكم. يعطيك الصحه يطول عمرك. شكرا بارك الله فيك. قلنا نزيدوا الزون تاع الحارة هامليك قام يتقلاو مع البصل هي بدات الريحة ما شاء الله. يلا واش نزيدو هنا؟ نزيدو حبة طوناطيش كيف كيف تكون طايبة رايحين نقشروها هاي ليك ونقطعها مربعات صغار. نزيد شوفوا هكذا كيف كيف نحط الطوماطيش تاعي هنا. هكذا هنا قلنا نقليو هذا البصل والثوم والطوماطيش وفلفل حار خضر. نزيدو هنا شوفوا معايا عندنا العكري عندنا شويه تاع الزعتر يكون ملحي يابس وملحي. يلا شويه فلفل الكحل وشويه تاع الملح. وتحيه كبيره 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 لاختنا قاره زهيده تحيه كبيره ليها ان شاء الله تكون تشوف فينا. تحيه كبيره لك اختي زهيده ولعائلتك. يلا شوفوا هنا قلنا شويه تاع الملح في الكحل وشويه تاع العكري والزعتر يكون يابس وملحي والريحه راهي دايره حاله ما شاء الله ريحه ولا اروع. من بعد تاخذوا الكبده تاعكم يا تحطوها هكذاك تتخلى مع الخضره تاعكم ومن بعد مرقوا شويه وطبعا راح نديروا معجون طماطم ولا تاخذوا الكبده تاعكم يعني القلب تحلوه على زوج والكبده تقسموها على زوج باش تزكيوا الكميه. يلا نزيدوا ناخذوا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. واش راكي سيداتي لاباس؟ واش راهم ناس كيكدا سيده ليندا؟ الحمد لله
اي قدام عيط لك سافرت. مرحبا بك. اليوم انا محظوظه. مرحبا مرحبا، ان شاء الله ما تكونش اخر مره. ان شاء الله، انا معروفه بام الاسد ما كنعيط لك. واش راكي ام الاسد؟ والله الحمد لله، احنا ومعاك ما سيرت مع الوصفه تاعك الجميله. يطول عمرك، الله يحفظك. والله الله يبارك، يعني كل يعني كي نجربوها يعني في القمه والله. الحمد لله الحمد لله يا ربي، بصحتكم. والله بصحتكم. بصحة والراحة إن شاء الله. تعيش خويا. قولي لي أم الأسد، واش درتي فطور اليوم؟ اليوم بيتزا. بيتزا؟ إيه بيتزا. أي عندكم سخانة؟ لا لا. آه بزاف والله العظيم. كيما راهي عندنا حنايا. أنا حنا عاد مازالوا يتبحروا. نعم؟ والله مازالوا يتبحروا معنا. صدقيني والله قبيلة، قلت لك من قبيلة كنت تهضر مع ليكيب، قلت لهم نكملوا نروحوا كاع للبحر. هذيك هي، يحل فيها غير البحر. نعوموا العمر الأخرى كامل خلاص. احنا هنا في سكيكده ما يروحوش في ثلاث ايام، يجيو يخي ناس من قسنطينه من كل بلاد يعوموا يجيو هنا سكيكده. سكيكده هي عاده من سبتمبر ويروحوا عاده وين يبداو يروحوا للبحر. سكيكده ما شاء الله. ها مليحه يعني. وكي يكون الحل مليح هذا وقت البحر صح؟ دركا وقت البحر. ما يكونش الغاشي. تجي تعدي على الكورنيش. الله الله ما شاء الله. معنا معروضين ام الاسد. مرحبا بك. الله يطول عمرك. ريستورون قبل البحر نعرضوكم تما. الله يحفظك يطول عمرك، بارك الله فيك. ربي يعيشك يا سيرس العزيز. سيرس حبيت نسقسيك برك على واحد الكاطو هكذا. نعم. كل واحد وكيف يديروا، حاب نشوف الطريقه تاعك تاع البجاويه. تزيريات. حلويات كحلويات. تزيريات. ها البجاويه. البجاويه. ها بجاويات. نعم. نديروهم. ماذا بيا كون يعني ديرها لي، مش يعني من تلقى وقت يعني. ما عليه. ديرها لي على طريقتك. ندير لكم احلى بجويات اللي تعرفوا، ما كاينش مشكل. كاينين بات لازم نطيبوها ونقليوها ونخلطوا لها المكسرات ونخلطوا لها العسل، نديروهم ما كاينش مشكل باذن الله. يعيشك. ان شاء الله. هذا ما كان غير بجويات. هذه باك يعني اللي طبتك الله يبارك انت يعني الله يبارك دير لنا كلش يعني. الحمد لله الحمد لله بصحتكم. اللي نحبوها اللي بغا ما نهضروش تخدم فيها يعني ما شاء الله. الله يحفظك. ربي يسلم لك يديك ان شاء الله يا ربي. شكرا الله يحفظك بارك الله فيك. ويحييك سله من سيدا وام زكريا وام رفيق كلهم يحييوك. الله يسلمك، سلمي لي عليهم كامل تحيه كبيره اليوم لهم يشوفوا فينا. يعيشك وتحيه كل لافامي تاعي هنا في سيكدا قرقوري خير. تحيه كبيره اليوم. مع السلامه. مع الف سلامه، سلمي لنا سيكدا. شكرا. يلا قلنا راح نقليو الكبده تاعنا، من بعد راح نزيدو مغرف معجون طماطم. هايلك شوفوا ها هكذا، وراح نمرق، ما تمرقوش بزاف كاش ما طيب لكم الكبده برك. وطبعا هاد الصوص ولا هاد الكبده راح نرفقوها قلنا بلي سباغيتي تاعنا، راح تجيو بزاف 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 بنان. شوفوا هكذا درك هنا نمرق ما سخون ونخلي الكبدة تاعي طيب، نقصلها النار وتخليوها طيب. وقلنا هاد الكبدة احترفقوها بالسباغيتي راح تجي بنينة. شوفوا هكذا، وشوفوا هنا ما مرقتش بزاف باش تجينا مجمرة وتجينا بنينة. يلا نغطي عليها ونخليها طيب. السباغيتي تاعنا راهم طابوا، قلنا ما نخلوهمش يفوتوا 10 دقائق 8 دقائق 9 دقائق نلحوهم. طبعا راح نشلوهم يلا. هذا هو السباغيتي، خليهم يقطروا مليح. كتب الكبده راح نرفقوهم قلنا بهذه الكبده. هذا بالنسبه للوصفه الاولى. الوصفه الثانيه قلنا راح يكون عندكم حساء ساهل ما ياخذش الوقت ويجي بزاف بنين. طبعا هذا الحساء رايحين تميكسيوه بشويه تاع فرماج بلون، راح يجي بزاف بنين. شويه تاع زيت هكذا. طبعا الخضره اللي راح نستعملوها قلنا هاي لك، عندنا حبه بطاطا طبعا تقدروا تضاعفوا الكميه، حبه بصل، شويه تاع زروديه، عندنا ثوم، شويه تاع العكري، حبه طوماطيش، وعندنا توابل هنا خاصه بالسمك. هاي لك راح تجي قلنا بزاف بزاف بنينه هاد لاصوب. يلا هنايا الخضره تاعكم، الخضره تاعكم قلنا قطعوها كيما تحبوا. علاش؟ لانه راح نميكسيو كلش. ناخذ هنا الموس، قلنا عندكم حبه بصل هاي ليك، نقطعها هكذا نزيد بهذه الطريقه،
وناخذوا قلنا كميه تاع الزروديه اللي رايحين كيف كيف قطعوها كما تحبوا لانه كي طيب رايحين كل حاجه ميكسيوها. هاي لك هنا ناخذ شويه تاع الزروديه نحط الخضار تاعي هنا هكذا نزيد هنا التسنات تاع الثوم وشنو كاين حاجه قليو الخضره تاعكم مليح باش هاد لاصوب تجينا مليحه. نزيد ناخذ حبه بطاطا وناخذ اتصال. ام خالد السلام عليكم. الو ام خالد. يا ام خالد اين انت يا ام خالد؟ الو السلام عليكم ام خالد. لاباس الحمد لله. واش راكي لاباس؟ لاباس البيض لاباس. واش راهم الناس البيض؟ والله لا كاع لاباس كاع يسقسوا عليك يسالوا عليك ويبغوك بزاف. الله يسلمك بارك الله فيك شكرا يعطيك الصحة. قولي لي ام خالد كيما كي تجربي وصفات؟ ها؟ قلت لك كيما كي تجربي؟ رانا نجربوا من ذاك يا ودي بالك نجي لكم ما سبتكم عندكم الكراس. لا والله غير رانا نجربوا من ذاك الزاكي الكراس راه عندك كي تسجلي الوصفات. نجرب نكتب خطرات نجرب ايه بالك نجي لكم نسيب الدرس بشي مكتوب. لا والله غير انا نجربوا. الحمد لله الحمد لله ربي يعظك راك مكفي وموفي الله يحفظك. الحمد لله الحمد لله الله يحفظك تعيشي بارك الله فيك ربي يحفظك. الله يسلمك شكرا ام خالد. يلا قلنا هنا عندكم شويه العكري شويه توابل خاصه بالسمك نديرهم لا سوب دو سوب دو بواسون تبع في سوبيات وشويه ملح وشويه تاع فلفل كحل. هنا هذه الخضره اللي نستعملوها نقلي كل شيء مع بعض هاي ليك بهذه الطريقه نقليو شويه الخضره تاعنا من بعد رايحين تمرقوا وتخليوا لاصوب تاعكم طيب تماما. كي طيب رايحين تحطوا معها شويه تاع الجبن هاو ليك زوج قطع تاع الجبن وتميكسيو كل شيء مع بعض راح تحصلوا على حساء ولا اروع. هذا بالنسبه لاصوب تاعنا. يلا نروحوا نقدر نقول عليها تقسويله نقدر نقول عليها سلطه كما حبيتوا. هنا واش نسحقوا تبعوا معايا ناخذوا مقلة هاي ديك المقلة تاعنا هنا نديروا لها بلاصة هكذا راح نحط فيها شوية تاع الزيت. شوفوا نحطوا شويه تاع الزيت هنا السلطه تاعنا واش عندنا تبعوا معايا. هنا دوك المرقوله الصوب تاعنا ونخليوها طيب طيب عفوا عندكم شويه تاع الزروديه اللي كنت غليتها هاي ليك. عندي كيف كيف قرنون اللي كنت غليته حبه بصل شي حبات قرعه وعندكم هنا تسنين تاع الثوم وشويه توابل خاصه بالسمك لانه هاد السلطه راح نديرولها طون هاي لك وشويه تاع سكندوير تبعوا معايا. واش راح نديرو ناخذ القرعه تاعي هاي لك هكذا نقسم الحبه على زوج من بعد نقطعوها مربعات بهذه الطريقه نزيد شوفوا هكذا نزيدو ناخذو اتصال ناس مستغل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدة عائشة واش راكي لاباس؟ الحمد لله راكم ملاح غاية. والله غير الحمد لله وناس مستغل راهم ملاح. لاباس الحمد لله. سخانة عندكم اليوم؟ هي. هاي سخانة. سخانة. دونك في الشرق هاي سخانة في الغرب هاي سخانة أما في الوسط هاي سخانة. ربي يقدرنا ويقدركم إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. قولي لي سيدة عائشة واش درتي فطور؟ أنا نقرا نرجع لكم برك واش درتي فطور؟ إيه؟ واش درتي فطور؟ درت بيتزا. بيتزا؟ تفهمتوا كاع البيتزا اليوم ها صحتكم. الله يسلمك ربي يحفظك. الله يحفظك بارك الله فيك. حاول نطلب لك حاجه. نعم دير لنا المحاجب حارين. المحاجب وعدكم نديروهم باذن الله ان شاء الله يا ان شاء الله نديروا المحاجب ان شاء الله يا ربي ربي يحفظك. شكرا لك الله يحفظك. هذا ما كان محاجب برك هذا ما كان ما عليه ما يكون لا خاطرك ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك شكرا سلام. مع السلامه شكرا. يلا هنا قلنا تاخذوا مقله حطوا فيها شويه تاع الزيت نقطع القرعه تاعي شوفوا قدها مربعات
وراح نصوتيها بالثوم هكذا بهالطريقه، ونخلي القرعه تاعي ما تاخذش وقت باش تطيب، نخلي القرعه تاعي حتى تدبل الحساء تاعنا. الخضره قلنا نخليوها تتقلى وراهي تقلات، دونك هنا نمرق. شوفوا هكذا هاد الحساء ولا هاد لاصوب، جربوها ما كنتش راح تندموا عليها، بنينه بزاف بزاف. يلا دونك هنا نخليو لاصوب تاعنا طيب، من بعد قلنا راح نميكسيوها، نحطوا لها زوج قطع تاع الجبن ويكون عندنا احلى حساء. الكبده تاعنا راهي طيب، شوفوا ما تمرقوش بزاف باش تجي مجمره. وهذه راح نحطوها فوق سباغيتي تاعنا، شوفوا اللون تاعها ولا اروع، بنينه بنينه، وريحتها ما نحكي لكمش. قال لك هاني المخرج بصيت عندهم الريحه، الله يجي صحتكم هاني. دوك طيب احنا ناكلو، انتم تشموا الريحه، الله يبارك سلم عليها. يلا اي لا حبيت معليش. يلا شوفوا هنا، شوفوا هنا عندكم زروديه تكون مغليه، هاي لك نقطع زروديه تاعي الاربعه ونقطعوها. تحيه لاحلى ياسمين يا. شوفوا هنا قطعوها قلنا مربعات، شوفوا هكذا نزيد، قلنا نقطعوا الزروديه تاعنا باش تشوفوا مليح، شوفوا هكذا. دونك نحط الزروديه تاعي هنا بهذه الطريقه، نزيدو عندنا كميه تاع قرنون، تغليوه طبعا ونقطعوا القرنون تاعنا على اربعه بهذه الطريقه، نزيد نحطوه هنا، شوفوا هكذا، شوفوا هكذا، نزيد وناخذوا نص حبة بصل، طبعا الناس تحب البصل لا، نقطعوه في الرقيق، شوفوا هكذا، نزيدو ناخذوا الناس تسمتي. الو السلام عليكم. الو عمي فارس، صباح مساء النور، واش راكي حبيبتي لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانت عمو فارس؟ والله غير الحمد لله، سؤال عليكم واش راكم انتوما؟ والله غير غايه الحمد لله. الحمد لله، الله يحفظك طول عمرك. وانت ثاني عمو فارس. الله يسلمك. قولي لي نصيرة نسك وي شحال في عمرك؟ 19. 19 وي الله يبارك. سمعك تدخلي الكوزينه طيبي ولا ما كاينش تدخلي؟ اه قلت لك راكي تدخلي الكوزينه طيبي ولا ما كاينش طيبي؟ لا خطرات خطرات. ماماك هي كلش. اه ماماك هي كلش. واه ولا ما تعلميش يا نصيره ولا ما تحبيش الكوزينه؟ عمو فارس خطرات خطرات خطرات. وسمعكيش ديري ديكها طيبي بيان. واه واش تعرفي طيبي قولي لي نصيره؟ نعرف نطيب شويه. واش تعرفي حاجه تعرفي طيبيها مليح؟ نعرف ندير جلبانه، نعرف ندير. المهم عمو فارس انت اللي حكيت نصيرة شوية. جلبانه كيفاش يديروا هاد الجلبانه؟ قلت لي جلبانه برك، كيفاش ديري هاد الجلبانه؟ قولي لي نصيره. كيفاش يديروا هاد الجلبانه هذه؟ كيفاش يديروا لها؟ اه سمحيني نصيرة، على بالي عطيتك سؤال صعيب بزاف، سمحيلي خلاص ما تقولي لنا شاية. لا 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 عمو فارس. أنا؟ قلت لك لا لا عمو فارس ماشي هكا. ماشي هكا؟ كيف هاشي ماله؟ عمو فارس نشكرك على الوصف. الله يحفظك حبيبتي بارك الله فيك، شكرا لك. وأنت ثاني عمو فارس الله يحفظك وربي يخليك. الله يحفظك شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا عمو فارس مع السلامه. شكرا ريحه ال دوك على بالي ما حش يزيدوا يتصلوا كامل، يقول لك تخافوا نتصلوا يسقسينا على الوصفه الفلانيه كيفاش نديرها ما يعرفوش يديروها، اتصلوا ما نسقسيكمش ما تخافوش. يلا قلنا هنا بصل زوديه قرنون، القرعه تاعنا قطعوها مربعات، حطوا لها شويه توابل خاصه بالسمك، شويه سكنجبير وشويه ملح،
شوفوا هكذا وشويه نعفف الكحل ونخليه القرعه تاعنا حتى تدبال وتاخذ اللون هكذا. وهاد الكبده تاعنا هاي ليك، واش حبيت نزيد لها انا نتوما اختياري هاد الشيء، اللي حبيتو ديروه ديروه، ما حبيتوش ما ديروش. تحب نزيد فيها هريسه؟ وقال ما كاينش هريسه، ما جابولناش هريسه اصلا. شوفوا خلاص انا حبيت نزيد لها شويه هريسه، دروك تجيبوا لنا هريسه ولا ما حبيتوش، لانه انا درنا الحاره بصح حبيت نزيد شويه هريسه. هريسه ويقولوا لي كاين هريسه، انا ما شفتهاش. ورونا الهريسه يا جماعه. قولوا لي وراي الهريسه، لازم نجي منا هنايا. شوفوا ما شفتوش الهريسه. صفقوا لي كيف. شكرا شكرا شكرا. يلا حشمتوني. يلا قلنا نزيدو شويه هريسه، هذا الهريسه اختياريه، اللي حبيتو ديروها ديروها، ما حبيتوش ما ديروهاش. شويه هريسه لانه كي تجي حاره تجي شويه ماشي مسكه، تجي بنينه. وشوفوا كيفاش راهي تتجمر. هاي لك هذه الصلصه اللي بها ما شفتهاش، كي شفتها هكذا بيضاء مبالي لا موطارد ولا. يلا هاي لك وتخليوها تتجمر. هذا بالنسبه للكبده. نزيدو نجيو لهنا ناخذ بطاطا تاع طونه. يلا نستعمل طونه هذه بالطماطم. شوفوا الطونه هذه راح نستعمل بالصلصه الطماطم والطونه هكذا. شوفوا هكذا شوفوا هكذا، والقرعه تاعنا راهي طابت، ناخذ نحطها هنا. شوفوا ها هكذا، والسلطه تاعنا راهي واجده وريحتها ما شاء الله تا ما شاء الله. نخلطوا هذه السلطه. شوفوا هكذا نخلطوا كل شيء مع بعض، وتقدروا تزيدوا شويه تاع زيتون الا حبيتوا، وراحي عندكم سلطه. شوفوا ولا اروع، ريحتها بزاف هايله، حتى ديك القرعه شوم مقليه بزاف بنينه. طبعا شويه تاع معدنوس الا حبيتو تاني، وشويه زيتون، وبصحتكم هاد السلطه. يلا هاد السلطه نخليها بجه. حبيت نزيد لكم قلنا واحد التحليه اللي هي الشوكولا، تبعوا معايا. هذه نحطها هنا قبل ما يخلص لنا الوقت. هنا عندي شويه تاع الشوكولا بالحليب اللي تذوبوها، شوكولا عادي بالحليب. تقدروا ديروا شوكولا سوداء كيما حبيتوا، كل واحد واش يحب. دونك هنا خديت شوفوا كميه تاع شوكولا هاي ليك بالحليب. شوفوا هنا عندي، تبعوا معايا، عندي شويه تاع قطايف تاع الشعره اللي كنت حمصتهم، تحمصوهم وترحيوهم. هاملك شوف فكره هايله وتجي بزاف وسهله. وهنا عندي باتا بيستاش. شوفوا يلا، وعندنا هذا القالب شوفوا اللي يتباع هكذا. شوفوا لانه بعد كي نديروا الشوكولا تاعنا راح ياخذ هذا الشكل. هاوليك هذه تشريوا عندي يبيع مواد تغليف الحلويات. هاوليك تحطوا هنا، واش ندير؟ شوفوا معايا
هنا ناخذ شوفوا الشوكولا تاعنا نحطها هنا مباشرة. طبعا هذا بلاستيك معالج غذائي وحتى الشكل اللي كتشوفوا فيه ثاني غذائي، ودوك كي نديروه ياخذ الشكل اللي فيه في هذا القالب هنا. دوك نفرش الشوكولا تاعي بهذا الشكل، شوفوا دوك نحشيوها. شوفوا هنا يلا دوك هذه نحطها في الكونجيلاتور. شوفوا هنا هكذا، شوفوا هكذا خبطت المول تاعي كيما راح نحطوه في الكونجيلاتور. ياخذ واحد دقيقه ميم با دقيقه راح تاخذ الشكل وتشد روحها. نحط هذه في الكونجيلاتور باش نحشيو هذه الشوكولا. قلت لكم خذيت شويه تاع القطايف اللي كنت حمصتهم هامليك، ونزيد لهم شويه تاع لاباط وبيستاش، عجينه البيستاش. ها نحط شوفوا شويه يلا زيدوا خذوا اتصال. ام جواد السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك ام جواد. الله يسلمك. واش راكي لاباس؟ الحمد لله وانتم طيبين. الحمد لله. لينا كتكلمينا من العاصمه ام جواد. براقي. براقي. طفينا شويه التلفزيون تاعك ولا بعدي عليه وسمعينا من التليفون. تلفزيون ام جواد. باش نسمعوك مليح. صافا لاباس. والله الحمد لله وجواد راه مليح. ولا غير صافا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. قولي لي ام جواد كاش ما كيتمرمطي كاش ما راكي تجربي. هاني مرات ام جواد. نعم. مازال نسمع في التلفزيون. هاني بعد. يلا قولي لي كاش ما كتجربي ام جواد. ايه نجرب كل مره كذا مره ايه مره. الحمد لله الحمد لله معليش. حبيت نسقسيك برك على ديك البابي نتاع تاع القبايل. ايوه حبيت ديك الهايل ديك البابين نديروهم. ايوه ان شاء الله ان شاء الله وقتهم. ان شاء الله نديروهم راب ام جواد. يلا هذا هو الحشو نتاعنا هاوليك. شوفوا قلنا قطايف باش نعطيكم بعض القرمشه كي تاكلوا الشوكولاتة تاكلوا القرمشه وشويه عجينه البيستاش هكذا. شوفوا ها من بعد تروحوا الكونجيلاتور نجيبوا الشوكولاته تاعنا. انتم تاخذوا وقتكم ما خذوا وقتكم حتى تشد روحها مليح. يلا هي بدات تشد روحها. شوفوا هاي لك هي بدات تنشف. من بعد تاخذوا هذا هو الحشو تاعنا. شوفوا ناخذوا كميه تاع الحشو نمشيها. شوفوا هكذا نمشيوها غير بالعقل هكذا. انتم خذوا وقتكم باش تقدروا تخدموا هاد الشوكولا هكذا. ناخذ كميه تاع هاد الحشو هكذا بهاد الطريقه ونمشيه كامل. شوفوا هكذا مغرفه صغيره ولا بيدكم هكذا تمشيوه ويمشي يا بكل سهوله هكذا. ها نزيد شويه دوك تشوفوا النتيجه الاخيره كيفاش تكون ما شاء الله. وشنو نتوما خليو الشكر تاعكم تشد روحها مليح. من بعد زيد ناخذ شوفوا معايا نزيد ناخذ الشوكولا ونغطي الحشو تاعي كامل بالشوكولا. ها شوفوا شوفوا هكذا ونغطي الشوكولا تاعي بالحشو ونعاود نرجعها للكونجيلاتور. من بعد راح نديمو ليها بكل سهوله تعطيكم الشكل ما شاء الله والمذاق ولا اروع. يلا مشاهدينا الكرام راح نكمل الشوكولا تاعي نروحوا فاصل قصير اللي بعدين ما تروحوش بعيد راح نشوف الوصفه تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم. خليكم بعد الفاصل شكرا. مشاهدنا الكرام كما راكم تشوفوا الوصفة تاع نهار اليوم راهم حاضرين وجاهزين امامكم وصفات ولا اروع. الوصفة الاولى هاد لي سباغيتي درناهم بالكبدة صدقوني بنان بزاف. جربوهم وقولوا لنا واش رايكم. هاد لي سباغيتي ولا اروع عاملك شفتوا الطريقة جربوهم وقولوا لنا واش رايكم. هذا بالنسبة للسباغيتي تاعنا. الوصفة الثانية كانت هاد لا سوب اللي قلنا لكم قلت لكم من بعد ما تميكسيوها يعني تحطوا جوج قطع تاع الجب وتميكسيو كل شيء مع بعض تشوفوا اللون تاعها ولا اروع وبنتها ولا اروع. والوصفه الثالثه هاد السلطه اللي درناها بالقرنون والزروديه والقرعه اللي قلنا صوتناها بشويه تاع الثوم وتقدروا تزيدوا شويه تاع
كرومبيت هاوليك هذا الفيولي ولا وشويه تاع البيض مغلي وتحصل على سلطه بزاف بينه بزاف بنينه. وفي الاخير درنا هاد الشوكولا اللي حشيناها بالقطايف هاوليك امامكم. شوفوا الشكل تاع هذاك المول اللي درناه خدا في الشوكولا تاعنا، شوفوا ولا اروع. شوفوا نزيد لكم هذا الموديل هاوليك، وعلى بالي كان نقولوا افتحها لداخل، شوفوها كيفاش دايره لداخل، نفتحوها لداخل. يلا هاي الشوكولا تاعنا، شوفوا كيفاش تشي ولا اروع. والقرمشه ما نحكي لكمش ما نحكي لكمش، دونك جربوها قولوا لنا واش رايكم. ما شاء الله الشوكولا تاني. يلا مشاهدة الكرام، كانوا هذه الوصفة تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا خديتوا راحتكم معايا وكنت خفيف الظل عليكم. نتلاقى بكم غدا ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناة اللي قناة سميرة تيفي. من هذاك الوقت الله يجزي صحتكم، وتحياتي تحت كل الفريق التقني اللي معايا اللي عمل معايا من اليوم. سلام.